الشيخ عبد الدافع قنديل الذهب بعد صمود، طبعا ده خبر جابته جريدة الدار، بعد صمود 435 عاما بالحلفايه بسبب الامطار. بعد ذاك الكلام ده كان قالوا الثلاثاء 10 ذو الحجه اللي هو يوم العيد وقعت، وهذا مما يزيد من فرحه العيد والحمد لله اولا واخرا. لان يا اخواننا احنا ما بنكسر قباب بيدنا، لكن نسال الله سبحانه وتعالى المطر الجايه البلد دي تخليها كلها شبر، فهمت؟ نسال الله ذلك، اي قبه طايره فوق تتساوى مع الواطه، فهمت؟ وده يوريك انه الفكه دي ما عندهم حاجه. ده قبه توقعت بالمطره، والسنه اللي فاتت اسماعيل الولي اللي قال لنا البرع نادوه في الشدايد إن ناب خب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قبة وقعت. برضو الصابوناب المسجد بتاعه غرق، شد كله غرق مرة واحدة، فهمت؟ عشان تعرف إنهم ما عندهم حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا يملكون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأصلا القبب والبناء على القباب ده محرم باتفاق المذاهب الأربعة. مش الجماعة بقول لك دي الخامسية وعندهم مذهب جديد، انت جيب لي نص من أئمة من الموطأ أو من مسند الشافعي أو من مسند الإمام أحمد بن حنبل أو من كتب الحنفية إنه بجوز ليك تبني فوق القبر. يا أخي فيها أكثر من 14 حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى فيه عن البناء على القبور، ما تبني. والنبي عليه الصلاة والسلام رسل أخص أهله وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ده ما كلامنا نحن. انت لو عندك مشكلة في الحديث ده تمشي أول حاجة تشاكل مع الإمام مسلم طقه بيفاس، فهمت؟ وتاني تلاقي أبو الهياج الأزدي تديه ساطور، وتاني تشاكل مع الصحابة مع علي بن أبي طالب، وبعد ذاك تاني تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كلام منه؟ ده كلامنا نحن. النبي عليه الصلاة والسلام قال قبر مشرف يسووه طوال، فهمت؟ وده نحن ما بنستعمل فيه يدينا، لأنه نحن ما حكام، ما من حقنا نمد إيدنا، لكن من حقنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بألسنتنا، ونهدم هذه القباب في قلوب من يعظم القباب. ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به بالكتاب وبالسنة. وأما زال البكورك من برا ما بتفيد حاجة أنت. والكلام ده ذكره ابن كثير في حديث ربيعة ابن عباد من بني الديل رضي الله عنه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز. لأنه في واحدين بيقول لك دير جابوا مسوق شنو، أنا آلمة برضو بجي السوق. النبي عليه الصلاة والسلام جا السوق، والزول اللي بتحير دي نفس الحيرة حقت المشركين، ربنا ذكرها في سورة الفرقان. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قالوا ليه الرسول بيجي السوق؟ لا يعني انت يخلوا لك البلد بلاك تبرطع؟ المشكلة انت لو بتتغي الله في السوق، احنا ما كان بنجيك في السوق. لو لقيناك في الجامع، احنا مشينا الجامع لقيناك ما في، فهمت؟ وجود جامع كثير منهم إلا من رحم الله تلقاهم بحجبات وبنادوا في الفقرة، فهمت؟ فلا بد نجي السوق نبين
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أها كان في السوق بيعمل شنو؟ وده برضه في ورد على مجموعة شفات عاملين يتمسحون بالمنهج السلف، بدل ما يتكلموا في التوحيد ويبينوه يقعد يتكلم ليك والرد المسمار في الرد على أبو جنقار. يا ولد بتخرج انت، ايه علاقتك بالسلف؟ ما عندك علاقة بمنهج السلف. فتجي السوق وتشتغل دعوة طوالي، قال ودي فيها فتاوى العلماء والحديث قدامك، قال وهو يقول للناس النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ورأيت من ورائه رجل وضيء الوجه، قال له ضفيرتين أحول، قال يقول لا تصدقوا أو أنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. يعني الجماعة اللي بيستخدم الساتر يقعد في الحلقة بورا ودار يشوش على الناس، ده شغل بتاع أبو لهب. تقالوا شغل منه؟ انت قال نفسك، انت قال عندك قدوة حسنة. واعتراض وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جسب كان بيتكلم للتوحيد، عشان كده جاء في الرواية الأخرى أيضا في مسند الإمام أحمد ابن حنبل، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أحياء العرب أو قبائل العرب فيقول يا بني فلان أطيعوني ألا تشركوا بالله شيئا. دي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس للتوحيد وينهاهم عن الشرك في الأسواق، عرفته؟ ولذلك أخواننا نحن نرجع ونقول أن القباب والأضرحة ليستا من دين الإسلام في شيء. عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذاك أبرز قبره، أي لدفن مع الصحابة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وأصرح من كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. شوف الكلام ده واضح كيف. والله يا صوفية انتم ما بتعارضوا فينا نحن، وإنما تعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. كلام ده النهي ده واضح ولا ما واضح؟ افتح لك اي كتاب بتاع اصول فقه بيقول لك لا، هنا لا تتخذوا دي لا الناهية. عرفنا لا الناهية ليه؟ لأنها جزمت الفعل المضارع تتخذوا. عرفناه مجزوم كيف؟ لأنه حذفوا منه شنو؟ النون، لأنه من الأفعال الخمسة. أما أنت لو درويش لا بتكون عارف أنه في أفعال خمسة ولا في، أنت بتكون عارف الجماعة الأربعة بدعوك بالأربعة والعشرة في أربعة، لكن ما بتكون عارف. النهي العلماء بتاعنا الأصول قالوا يقتضي التحريم، حرام تتخذ القبر مسجد. بعد ما ده الكلام ده واضح واضح زي الشمس، أكد النبي عليه الصلاة والسلام زيادة، قال فإني أنهاكم عن ذلك. تاني في كلام يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم أن يبنى أن يصلى إلى القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه أو أن يجصص. بناء على القبور ما في. تقول لهم ليه بانين على الزول ده؟ طيب مش قلتوا البناء بيجوز للمسلمين وكده؟ طيب التحت ديل ليه ما بانين لهم؟ ديل طماطم ولا شنو؟ ديل ليه ما بانين لهم؟ يقول لك ده ولي. ولي عرفته كيف؟ يقول لك والله طبعا جابوه في الجريدة. هسه أنا أفتح لك فنانة بيجاي برضو جابوها في الجريدة، دي ولية؟ ما ده ما مقياس. أنت نصبت براد ولي لله
وهو تلقى عنده مؤلفات يذكر فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى ودعاء الأموات والاعتقادات التي لا يعتقدها لا أبو جهل ولا أبو لهب. زي ما ده قالوا في حلفية الملوك، داك ذاكر في كتاب طبقات والضيف الله من حلفية الملوك، فهمت؟ قال ومنهم الشيخ حسن وتحسونة رضي الله عنه، وقد ملكه الله وقد أعطاه الله الدرجة الكونية، إذا قال للشيء كن فيكون. طبعا البيكورك ما فاهم حاجة، قايل إنه كلامنا ده ساكت والكتاب ده بقروا في جامعة الخرطوم، هو بكورك ساكت؟ يعني نحن هنا احنا بنذكر لك الكلام ده وبقروا في جامعة الخرطوم، حسن وتحسون بقول للشيء كن فيكون، بقروها في جامعة الخرطوم، واعترفوا بالكتاب ده برضو في قاعة الشارع، اعترفت به جامعة الخرطوم، وجابه برضو في سنار عاصمة الثقافة الإسلامية، وبالضعوف في الدار السودانية للكتب، ودار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر. تقال لك بنتكلم ساكت؟ الصوفية دي لو لاقين فينا فرقة كان زمان فتحوا فينا بلاغات، لكن ما لقوا إنه كلام باطل مشوا فتحوا في واحد من أخواننا هناك في عبرة، قالوا زول ده تكلم في البرهانية والختمية ومعاه طريقة تانية. القاضي جزاه الله خير قال له انت تكلمت فيهم؟ قال له اي. قال لهم في واحد فيكم هنا جد الختم؟ لا. في واحد جد البرهاني؟ لا. اول حاجة قال لهم من ناحية دي انتوا ما عندكم حق تتكلموا باسمهم، ده واحد. نمرة اثنين قال لهم دي الكتب، قال لهم بتاعت الختمية اولا الكتب دي انا جبتها من خالي الخليفة بتاعت الختمية في عبرة هناك، فهمت؟ والبرهانية دي الفاتورة، والقادرية ده الكتاب. داك بيقول واعلم نبات الارض كم هو نابت، واعلم رمل الارض كم هو رملتي. لما الكلام ده شافوه كبير قاعدين يصرخوا جاب لا ما ينبز، قال لازم انت في محكمه احترم روحك، لانه لو دقست بيدعوك في السبع سيخات والله هناك في قله الادب كمان جلدهم جلد، فهمت؟ ونجمهم في النهايه طردهم صاغرين. ليه؟ لانه ده كلام موثق. ابوك الشيخ ذاته لما نشر الكلام ده داير الناس يعتقدوا انه بينفع في الدنيا والاخره عشان يخشوا به الجنه. انت ما سمعت بتاع القادريه قال شنو؟ قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لاحميك في الدنيا ويوم القيامه. يا في الدنيا صدقناك بتشيل عكازك وتقف جنبي، او في كثير من الجماعه بخافوا منك، يقول الشيخ يقول لما زول ده ما تهبشوا، لكن في الاخره كيف؟ قال لي أحميك في الدنيا ويوم القيامة، وربنا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر ده الأمر كله يومئذ، يعني يوم القيامة لمنه؟ لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا نحن كلامنا ده دائما كلام موثق بمراجع، ونحن بندعو الصوفية كلهم يا تثبتوا لنا كلامكم ده إنه الشيخ بيتصرف في الكون. يا اخي الشيخ بيقول انا الله، قال انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. اخوانا اي زول كورك من برا ما موضوع عادي، اصل انت لو في عنبر بتاع عظام وزول كورك انت بتستغرب ما بتقول يا اللهم اشفيه، فنحن ديل بنقول اللهم اشفيه نسال الله يهديهم، فهمت؟ الكلام ده لانهم ما عارفينه، وكونه ذاته يكورك ويعترض معناه لها السي فطرته كويسه. ليه؟ لأنه ما ممكن أبويا الشيخ يقول هو الله، لكن هو قال الصفحة رقم 67 طبعة الدار السودانية للكتب، الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، قال أنا العاشق المعشوق. طبعا يا أخواننا من ناحية أدبية العشق يقال لما ينكح، يعني أنت مرتك تقول لها شنو؟ أنا بعشقك، لكن ما بتقول يا رب العالمين أنا بعشقك ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، بتقول أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء قالوا العشق يقال لجنو لما ينكح. الشيخ قال أنا العاشق والمعشوق الاثنين، ده أنا ده الشيخ، ده أنا ده، فهمت؟ قال أنا الذاكر المذكور في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ما مصدق أمشي مكتب الدار العلوم أم درمان، ما مصدق
أمشي مكتبة الجامعة الكبيرة الخرطوم، ما مصدق أمشي المجلس الأعلى للذكر والذاكرين، ما مصدق أمشي الدار السودانية الطابق الثالث فوق على يدك اليمين، أول ما تجي خاشي في بيت قاعدة وقدامك كمبيوتر، أسوي لك شنو تاني؟ ما جبنا لك مراجع، ما عجبك أمشي أفتح بلاغ، تعالي أنا أسوي لك شنو؟ فهمت؟ يا أخ ناسك ديل وقت لقوا الحقائق دي، خلوا لنا البلد كلها، سافر بعيد ساب البلد، طب شفت عمك؟ ألي زيرك؟ فات خلاه مرة واحد، لأنه ده كفر لا بيتخطى في العب ولا بيشال في الظهر، فهمت؟ ولذلك نحن بندعوهم كلهم، والله داري لكم الخير، يا ناس توبوا. توبوا يا ناس، لا في زول بينفعك، لا في زول بيضرك، لا في زول بيديك جنى، لا في زول بيغيثك، وإنما هذا كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.